غلطان وعم يقلب وشه. طيب فخرية قص هلأ بيسمعك ويسمع شو أعمل له. نعم قريش خانم. ناريمان شو صار بالموضوع؟ فكرتي باللي قلته؟ شو بدي أقول؟ ما عم بعرف كيف بدي أتصرف بالموضوع. ايه تحركي بسرعة، هيك لازم تعملي. أنا مو طالع بإيدي شي بهالوقت. أنت بتقدري تعملي اللازم. يسعد صباحه. صباح النور حبيبي. تعال عندي، بدي شوفك قبل ما تروح هالشغل، ممكن؟ ممكن طبعا، أنا جاهز وكنت رح روح أصلا، هلأ بشوفك. تمام. علاء أنت منيح؟ كأنك مو نايم. ما كثير. شو رح تعمل؟ بدي جرب حل الموضوع تبعي. حاول تنام. ليش هالابتسامة الحلوة؟ عم قول بكرة بس نتجوز رح تودعيني وأنا رايح على الشغل؟ وبطلع معك كمان كل يوم. معناها رح ضل متأخر على شغلي. ليش؟ رح لاقيها صعبة كتير روح وأتركك وحدك. بلا ما نتزوج معناتها. شكلك مو خرج مزح أم عيون حلوة. شو بدك تساوي؟ المفروض أبقى مع فخرية. المسكينة ضايق خلقها. شو هالقصة اللي طلعت لهلا؟ مو معقول. مزبوط. أنت شو بدك تساوي؟ بدي أنا اليوم عندي شغل كتير اليوم المساء وضروري كمان. ناريمان ماجد دورك أول. طيب مشان الشركة الجديدة رقم التليفون ما له موجود معي، حتى حاكيك وقت تسكر موبايلك، ولهيك عطيني الرقم. حبيبتي بس أنا ولا مرة تليفوني كان مسكر. ورغم هيك بدي خلي معي للاحتياط. هاتوا ماجد يلا. ماشي اللي بتشوفي كرتي. وهيك نفذت أوامرك؟ مزبوط. شكرا حبيبي. هلأ أنت احكي. مو ضروري أنت تكملي معي يا روحي، بيكفي لهون. ايه وشو هالشغلة يعني؟ لشو؟ أنت روحي عالبيت يلا. تكرم. وشد حيلك. مو بلشت نهاري بشوفتك، صار عندي قوة لكل شي. بشوفك. بشوفك. الله يكسر ايديه. لك حدا بيعمل هيك عملة ببنت حلوة؟ يعني هذا الضمير عنده على الآخر معدوم؟ اليوم بلا شغل معناتها. وهيك بدها تساوي؟ ليك عم تتصل لتاخد إجازة. ايه نيفين خانم مرحبا. أنا بدي إذن منشان ما إجي هالفترة. أنا مرضانة كتير، ممكن إذا ما بتتضايقوا؟ ولو ليلى ما عندي شي ضروري. طيب شكراً كتير لإلك ليلى. إذا أجا عن كتب كتابهم خبر جديد بتخبريني فوراً، مفهوم؟ طيب خبرك رأساً شو بصير. ألو نعم. ناريمان سولماز على الخط نادر بيك. ماشي يا بنتي. ألو نادر بيك. ناريمان خير، شو الموضوع؟ لو سمحت بدي شوف حضرتك، ممكن؟ القهوة. يسلموا ايديك يا نوران. اللي صار مبارح لليلى شفته، قصدي
ناريمان طول الوقت وحيدة، ما فينا نأمن عليها بقى. ناريمان مانا لحالها نوران، وانت ما تشغلي بالك لو سمحتي. وبالك انت مشغول عليها أكتر، ما شايفتك بعيوني قاعد صافن طول الوقت، عقلك عندها. بكفي تبلع عيون اللي عم بيحسدوك. وين صافين؟ أنا بفتح. ماجد؟ نوران خانو. فايز بيك، في موضوع بدي أحكي أنا وأنت فيه. ماشي، خلينا نطلع برا ونحكي. إيه، شو بدك تقلي لي بقى ناريمان؟ نادر بيك، طلبت شوف حضرتك لأنه حضرتك وماجد المفروض تفترقوا، هيك لازم. شو هالجرأة ناريمان؟ الظاهر إنك بتحبي ابني كتير. نادر بيك، اسمعي، بين الأب وابنه يعني لازم ما يتدخل غير شخص كتير جسور، وعم شوف إنك قوية لدرجة إنه عم تبعدي الابن عن أبوه. إيه نادر بيك، ماجد أنا كتير بحبه وبموت فيه، بس هلأ ماجد حياته ممكن تتدمر ببساطة. الشي اللي بدك تعرفه حضرتك، ماجد ابن حضرتك بيكون ولا مو ابنك أنت؟ أنا هلأ بجاوبك إذا بدك. إيه ماجد ابنك، مبسوط؟ ومع هيك أنت طول عمرك لا شفته ولا حكيت معه. أريج وأخيراً اعترفت معناها. إيه صحيح، هي اعترفت بس تأخرت كتير. ماجد يعني برأيك ممكن يتقبل الموضوع؟ معقول يعني هيك بكل بساطة رح يتقبل تكون أبوه ما شافك ولا مرة واحدة؟ وإنه الزلمة اللي رباته للوقت، هو يلي عاش معه طفولته وبيناديله بابا كل العمر، رح يتغير شي من ناحيته؟ بس هو ابني بيكون. لا نادر بيك، ماجد كريم هو أبوه لأنه عايش معه طول عمره، إذا هلأ بيسمع ممكن يتدمر لو سمحت. أنا كل شي صار معي ما بيعرفه، ما بيعرف كيف حياتي تغيرت بسببهم. طيب وماجد؟ ماجد شو مشانه؟ هو شو دخله بمشاكلكم؟ حبيبتي وينك؟ لازم شوفك فوراً، في موضوع مهم بدنا نحكي فيه. أنا كمان بدي أحكي معك بشغلات مهمة. طيب هلأ بشوفك.